أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله طالعين أنا ونايف في كذا شوية تغييرات بسيطة، نروح سيارتين كذا نخفف عن عمارنا شوي ونروق، ما نثقل مرة على أساس تسهل إن شاء الله الأمور. عموما الحين الساعة يمكن 4:15، احتري إن شاء الله يوصل، توكل على الله. Enjoy. اليوم صراحة في شيء يوتر شوي، أغلب التطبيقات طبعا ما فيه لا مطر ولا سحاب ولا شيء، الحمد لله. يعني جات خيور أو جاء خيور الأسبوع اللي راح. اللي مرعب صراحة الجو، درجة الحرارة الصغرى بتوصل يمكن 4 أو 5. هالعموم نقول إننا مستعدين إن شاء الله، معنا جمرنا ومعنا لبسنا ومعنا كل شيء يدفي إن شاء الله. الله ييسر. هذه يمكن أول مرة فترة مرة طويلة ندخل البر على مسيان. العادة ندخل الصبح نقلنا مكان، هالمرة مسيان، فإن شاء الله نقلنا مكان هادي صاد، ما فيه إزعاج ولجة، ومتأملين على البرد صراحة أن الناس ما يسرون يعني متواجدين بشكل كبير. عموما المنظر الغروب جميل مرة، سبحان الله. يعني يمكن من أكبر الأغلاط اللي سويناها حول منطقتنا وكذا، لكن قلنا بنروح مكان جديد وبنروح له في الليل، أو يعني هذا كان اقتراحي نوعا ما، ولعله يعني اقتراح غير صائب. العموم هذا البر أكشن، وإن شاء الله ربي بيعدينا الشر، ما في شيء إن شاء الله يعني تسهل. لقينا درب. أنا أقول في هالمنطقة يعني حولك حواليك، بس المشكلة الأنوار الله يلعن أم القرف، فكك الجو مرة، ولا نبغى نبعد مرة عشان الإرسال. هذا الحمد لله لقينا ذا المحل، صراحة محل زين أشوى. اليوم هذا الجدول، عشاء هذه من تنزا، تركب على الدافور مباشرة، ممتازة صراحة مرة. هذا اللي عندنا اليوم، جونا برجرايزر لحم دجاج، ودنا كذا عقب ذا المشوار نمشي على السريع. هذه جلستنا، وهذا ينحط في الزبالة. شفيك؟ طاح منك شيء؟ صدق والله؟ وش اخلص؟ وش فيك؟ وفكي قامط منها يعني؟ وشو بس؟ لا يا شيخ، اليوم ما ادري اذا باين بس انها هلالية، ما هي بقمرة هبت صراحة. ريح شوي، طبخ عشانه، نروق. انت وش خايف منه؟ وش فيك؟ نبدا طبختنا هالحماس الزينة. بسم الله. هنا الأكل ولا ورا؟
زي ما تبي. خلينا هنا قراب هنا، وعندنا برضو دجاج نظبط الامور. تبي نكرمل لك بصل ولا ما تحبه؟ انت تبي؟ انا اسالك. انت تبي؟ عادي، ما يفرق، انا عادي. يا ربي لك الحمد، تعشينا عشان يوسع الصدر. ما صورنا لنا جواعة، لكن الحين قاعدين عند هالضوية تدفى شوي. الجو ما هو بذاك البرد ولا هو بذاك الهواء، لكن المشتهي يقطع المستوي. القمر هلالي، لكن ما شاء الله الدنيا مرة كلش واضح ما شاء الله. وما أنا أخو العريس، أقول أخو العريس. المشكلة دائما أطلع مع ناس يستحون من التصوير. والله مو بس سعميتني صدق. شوفوا لازم تعود نفسك، تسوي نفسك إنه ما في فلاش. ناظر. هذا الحمد لله نقدر نقول. ندخل نتلين شوي. ساعة كم الحين؟ ساعة 11. وعندنا بنايمين، بس الواحد يدخل تلين شوي. الخيمة الدافية يا قلبي. شوف 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 شوف. يعني روعتني الله يخرش عدوك. يعني صدق صدق الواحد هنا وده بس يتلحف هنا. عادي نصور مفرشك. ندلع نفسه مخدات الزق. يلا تصبح على خير. صب نسولف. يعني هذا من المناظر اللي الواحد لصحى الصباح ينبسط انه يشوفها. صباح الخير. الحمد لله نومة جميلة. الجو بارد، درجة حرارة يمكن 6. الحمد لله ما في هواء، لكن الشمس كذا مدفية الجو. أوريكم الصقيع. احنا لما جينا طبعا جينا ليل، ما ادري وين فيه، فالمفروض ان الواحد يمشي حوالينا كذا يشوف هو فين وانا مين واحنا ايه. انا صدق ما ادري وين فيه بالضبط. بس والله شكل المكان زين، مكان نظيف. يعني لعله في كم واحد حق هاي لوك 87 ذا الطقة، بس مو مشكلة. لا والله شكل المكان جميل. في هنا كذا شجر بعيد يجي واحد يطلع عليه. طبعا المكان هذا قريب من الواحة. الواحة هبد كذا هناك. يوم الجو مرة جميل، يعني درجة حرارة 6، بس كذا مع الشمس روعة. صلح القهوة، تقهوة نروق نفطر بعدين ناخذ الجولة حقتنا.
بس كذا نقول قهوتنا جازت. يا سلام. عاش عاش ابو نو. ناوي على دوار السعادة ولا؟ بس دوار السعادة بدون لحم، بدون حلوم، بدون خل أجل جهز باقي الأمور ونصور لكم المنتج النهائي. الصدق الصدق شكلها مو طبيعية. يعطيك العافية. يعافيك. ترى شوف هذا حجي. والله من أجمل الطلعات للبر. لا هواء، جو لطيف، الشمس جميلة. الحمد لله. احنا الآن رايحين لقلعة الجريسي التاريخية. صراحة كذا مناظر البيوت القديمة. آخر مرة صورنا بيوت قديمة كانت في البير وثاتك. عاد نشوف وينها في ذا القلعة. نشوف هذا وشو. هذا جامع الجريسي التاريخي. خلي خلصنا شفنا هذه. ما شاء الله القلعة. نحاول ندخل وناخذ فيها لفة. نوريكم. اتوقع انهم يعني مسوين لها ترميم. وصلنا لها. طبعا ما شاء الله جدا ضخمه ومرتبه مره 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 مرتبه. يعني ود الواحد يعرف ايش قصتها بالضبط، ولكن للاسف مغلقه للصيانه والترميم. يلا خيره. هذه المواقف مرة 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 مرتبة. احنا اخر مرة طبينا في بركة مثل ذي، يمكن اصغر بعد. كل واحد دفع على موتره 10,000 وعية تطلع سياراتنا. فخلنا نشوف. سليمة والله سواق والله. ولا ريوس خربان ولا. هذه والله اني قمت. هذه للاسف مسكره، يعني ما بدنا نشوف شيء. كان ودنا والله نشوفها، بس يلا الجايات ان شاء الله اكثر. ما هي باخر مره لنا في الرغبه من غير شر. وهذا هو المسجد. يب، جامع خالد بن علي محمد الجريسي التاريخي. اسسه يبان إماراتي على رغبة. كان عمر رغبة والله توني أدري. في هذا المكان هذا طال عمرك اسمه المجاهيم حليبة وايد. في هذا المكان نروح له إن شاء الله. بعد عنا تقريبا 14 كيلو لو وصلنا له ان شاء الله هناخذ نظره كذا بسيطه عنه. خلاص قربنا. يقول باقي 100 متر. نشوف اعطيكم نظره من قريب. ظهرنا الدخله من هنا. وصلنا المكان. على العموم ما فيه ولا شيء عكس الخضار اللي طالع لنا هنا. الصراحة يعني مقلب محترم. اللي بعده وين؟ ما أدري والله. نشوف لنا مكان تمشى. قلنا بندخل الفوتة اللي قدامنا حول
شو اسمه روضة البردان. استنى الفيديو اللي بعده احنا نحفر. وعند بحيرة بردان حولها حواليها يعني هذه من وراء بحيرة بردان ومن وراء روضة البردان. ف يعني مغامرات بسيطة توكلنا على الله. المرة الألف اللي نجي هنا، بس صراحة المكان مرة يأسر. كيف ما أدري يسمونه ذا شيء، أصلا ما أدري يسمونه والله. بس المكان كيف الشجر فيه ما شاء الله بأحجام ضخمة، وذاك الباص يعني صاير هو المعلم اللي أغلب الناس تجي تصور عنده. صدق صدق ما أدري وش كانت، هي كانت مزرعة ما أعرف، لكن على العموم مرة جميلة. جينا بنروح للطعوس اللي قبل، صراحة الطريق كان شوي أقشر، يعني يبغاله سيارتين بحيث لا قدر الله صار شيء ولا شيء نتعاون. ما شاء الله كأنك في مزرعة، ما انت في وسط بر، شيء جميل. الحين فقرة الغدعش، كنا سوينا لنا غدا على السريع إن شاء الله على الساعة كذا 6 بإذن الله يكون جاهز. فنشوفكم بعد ساعة وربع، ساعة وهيك. طف النار، خلي على بليسه، خلي بس كذا 10 ثواني 15 ثانية لين يطلع البخار، تجيك أحلى كبسة محروقة من تحت. زي ما قلنا غدعش، ضفينا عفوشنا، ما بقى إلا كم شيء شغلة. تغدى وتعشى، صلي توكل على الله. بسم الله. ان شاء الله نزين. بسم الله. هذه الكيكة بس لعلها هالمرة زيادة شوي، بس للأسف من الموية انشفت، بعض اللحم نشب فيها. بس يلا انطح فعلك. الحمد لله ضفينا عفشنا، المكان الحمد لله يمكن
انظف من قبل. متعودين على كذا يا ربي لك الحمد. نشيل زبالتنا معنا، نحطها في اقرب زبالة، نتوكل على الله.